السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو نشرح لكم طريقة باش تخلي الكاميرا سيرفيونس ديال الطوموبيل تبقى خدامة. كاين شي سيارات اللي ما عندهمش هذا المشكل هذا، بحال السيارة ديالي، واخا نحيد الكونتاكت ونسكتها انتما كما كتشوفوا الكاميرا كتبقى خدامة. هانت دابا غنحيدوه، غنردوه، هو غيشعل، غنحيدناه واخا الكونتاكت محيد. كاين طوموبيلات اللي ما فيهمش هاد لوبس، تلقاو مشكل ديال لا سيرفيونس ديال الطوموبيل فاش تكون ساكتة. كاين جوج الحلول. الحل الاول هو نستخدمو الباور بانك، كما غنوريكم غنحيد الكاميرا الصغيرة باور بانك شارجي. ها هي شعلت دابا. الحل الثاني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باور بانك ولا يعني حتى في التوفير ديال الطاقه، كاين حل اخر هو بلاك سولير ديال الطاقه الشمسيه، تقدروا تلقاوها كتباع في الاسواق الاسبوعيه ديال العربيات بحال هذه، كدير 70 درهم، كاينه واحده صغر منها كدير 60 درهم. غادي نحطها في الشمس هنا كيف تشوفوا، نجربوا نخدموا بها الكاميرا. هيا شعلت. هالكابل ديالها هو طويل، يمكن لك يعني كما كتشوفوا يمكن لك تركبوا يعني في منطقة بعيدة، تحط البلاك سولير في شي بلاصة اللي قريبة للشمس. هانتوما يعني راه هي خدامة كتصور كلشي، وشكرا. هنا كيف كتشوفوا عندي جوج كاميرات، كاينه هذه ديال المرايا وكاينه هذا الصغيره، هذه هي يمكن لك تاوريونطيها كيما بغيتي، القدام اللور، هذه فيها دو كاميرا، وحده كتصور اللور وحده القدام.